النقطة الثانية أنا عايز أنا ألفت نظرها ليها. طيب. إن حب الأم شيء وحب الزوجة شيء ثاني خالص. ده حقيقي. ده مش ولازم ده. كلنا يكون ولازم على يقين الزوجة تعرف الكلام ده إن هو ما تحطش نفسها في مقارنة تقول له أنا ياما. أمه اللي هتكسب أنت مش هتكسبي. هو في حاجة لأن لو سمعنا المستحيلات إن أمه تتغير لكن هي تتغير. ما ممكن نسمع صغيرة. من هنا ونخرج من هنا. لا جمال. النقطة المهمة اللي بيتكلم على الطبخ بقى. على المطبخ بتكلم على المطبخ لو حماتي بقى جت قالت لي تعالي اعلمك اكله جوزك بيحبها اعمل ايه انت عاقله اهو استني بقى انا اقول ايه انا اقول ايه ده مش مشكله انا اقول ايه في فتره الخطوبه لازم البنت تصاحب العيله كلها خالات وعمات واخوات وامه وتعرف عادات وتقاليد العيله في الاكل هو بيحب من عند خالته ايه من عند عمته من امه ايه من اخته ايه تاخدها في دماغها تاخدها في دماغها ومع خبرتها هي ودماغها هي تطلع حاجه اقوى منهم والنسب زي اللبن لو اتعكر وفي مثل تاني بيقول لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط شاطرة اهو فنعامل حماتنا كأمانة وعندك الزلط رهيبة النار تسيب المفتاح ولا ما تسيبهوش؟ أنا قلت لك عينيا هنسيب المفتاح مطلق لا أنا قلت لك مفتاح ولا مفيش حاجة في العربية الحياة مش كده يا شيخ حلو قوي السياسة الحياة مش كده والستات مش كده الستات هتزعل منك على فكرة كملي النصايح يا لميس أيوة لازم كمان أنا ما بزعلش حد أنا بنصح بناتي حاضر بنصح بناتي والله العظيم نصيحة تحترم نصيحة تحترم النسب يعني عيلة كبيرة بنكبر عيلة في حاجة اسمها خصوصية حتى بين يعني مين ده بين والدتك كمان بيبقى في خصوصية مش معناها ان احنا وحشين ومفيش ندية ومفيش في حاجات كتير كل لازم ناخدها كل دي مبادئ إنسانية هتحترم الخصوصية مبادئ عشان ما الإنسانية بنا. مش مبادئ زي اللي هينطبق على حماتي هينطبق على أمي دخلت في الإنسانية الدولية على بنتي على بنتي كله كبرت الموضوع دخلت في الإنسانية قولي لي بقية النصايح مشاعر إنسانية إيه بقية النصايح الزوج لما مراته وامه يكونوا في بيت واحد هو الدور الاول والاخير عليه في توزيع الادوار في البيت انا ما بقولش يروح يقول لامه انت اللي هتعملي كذا وانت اللي هتعملي كذا لانه طبعا ده مش مقبول ولكن الادوار يعني ايه بيقول لمراته لا في حاجات انت اللي دورك تعمليها فتلقائي الام بتبقى عارفه انه هي ليها دور ده طبعا احنا بنتكلم عايشين في بيت واحد الكلام ده لو في بيت واحد لو في بيت واحد بس برضو انا يعني انا عايزه اقول ان لو عايشين في بيت واحد مش الدور على او المسؤوليه على الزوج لوحده او الزوجه لوحدها او الحمل لوحدها في ثلاث اطراف ثلاثه لازم يشتغلوا على الموضوع مشتركين مشتركين في الحقوق والواجبات والمسؤوليات اما ثالث بقى نصيحه يا جماعه ان انت زي ما قلت حاولوا تعاملوها كانها امك صاحبيها اعملي حاجه معاها خديها السوق وانزلوا اشتروا حاجه مع بعض قولي لها يلا يا ماما تعالي ننزل نعمل لو بتحب تنزل تشتري حاجات لو بتحب الشوبينج انزلي معاها اعملي معاها طبخه اعملي معاها اكله حاجات مشتركه كويسة. بينك وبينها هيقربكم من بعض كويسه بسم الله ان شاء الله بتنصحي البنات في الراي احنا مش مختلفين معاك في الراي بس احنا بنقول انه في بعض الناس شايف حسن مش معايا خالص ويجي يقول لي انت بتقومي وهو يعني تقريبا بتفكر في الطبخه في نص الحلقه وترجع لي تاني كويس فتره مش كويسه مش فتره وفي ايه رايك يبقى واضح سلمي المفتاح مش هتسلمي المفتاح